هيا لنفتح اللعبة لنرى الجائزة التي حصلت عليها يا مهند. انتظر يا عمر، سأحضر المقص. أصدقائي، إنها الجائزة التي حصل عليها مهند لأنه فاز في مسابقة الحاسوب التي أقامتها المدرسة. ها هو المقص، سأقص الشريط بنفسي. جائزتي! آه، إنها أسطوانة فيها لعبة الجواهر الثمينة. يا للروعة! أنت محظوظ يا مهند. هيا هيا لنلعبها الآن، ستكون لعبة مثيرة. أعرف هذه اللعبة، التحرك فيها يكون بالأسهم التي بلوحة المفاتيح. إذن هيا لنبدأ.